البحث عن عواد، ثنائيه صايبي عواد الى الكره، محاوله لعواد، ضربه جزاء يقول الحكم السيد بنوزة لمصلحه فريق شباب الوزداد بعد هذه الثنائيه الخطيره جدا الملعوبه كما ينبغي بين عواد وفلير او صايبي. الثنائيه وخروج الحارس سي محمد، سنشاهد ها هي من أليكس، بينية في العمق العواد، ثنائية من صيبي، انفراد بالحارس، الخروج والعرقلة من سي محمد، تدخل على عواد، ها هي الأولى والثانية والثالثة والحارس ارتكب الخطأ كما نشاهد، وضرب الجزاء يقول الحكم السيد محمد بنوزة. التقدير الأول والأخير لحكم المباراة، حكم الدولي الجزائري، بعد هذه الكرة الثلاثية والتبادل الجميل والانفراد بالحارس محمد، كرة ثابتة وضربة جزاء، وباي في مواجهة الحارس محمد الذي أبان، أقولها بكل صدق وصراحة، عن إمكانيات كبيرة، باي رقم 11، احترام القانون وتطبيق القانون من الحكم السيد بنوزة، بيستعد باي وسجل الهدف الاول لفريق شباب الوزداد، يفتتح باب التسجيل باي من ضربة جزاء وكرة ثابتة، الحارس في جهة والكرة في الجهة الثانية، يفك العقدة لحد الان في الدقيقة 32 من زمن الشوط الاول لهذه المباراة، باي هيا بباطن القدم بهدوء في الزاوية الصعبة والبعيدة للجهة اليسرى للحارس محمد،